موجز لأهم الأنباء من قناة الجسر الفضائية، حياكم الله. سيطر تنظيم الدولة اليوم على جبل الحجيف شمال اللواء 137 غرب دير الزور عقب معارك قتل خلالها عدد من عناصر النظام وميليشيا ما يسمى الدفاع الوطني. كما دارت اشتباكات بين الطرفين في محيط فندق فرات الشام، فجر التنظيم خلالها آلية ملغمة في حين أغار الطيران الروسي على بلدة البوليل في الريف الشرقي، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى مدنيين. وفي الحسكة استهدف طيران التحالف سيارة ملغمة لتنظيم الدولة في منطقة جبل عبد العزيز في الريف الغربي، كانت متجهة إلى مواقع للميليشيا الكردية. جاء ذلك في غضون اشتباكات بين الطرفين في المنطقة. استعاد الثوار السيطرة على قرية طعومة في جبل الأكراد بريف اللاذقية، وقتلوا 8 عناصر من قوات النظام، كما دمروا لهم دبابة على محور البيت الأحمر. إلى ذلك قصف الثوار بقذائف الهاون مواقع النظام في برج زاهية وبرج السيرياتيل، واستهدفوا بصواريخ الإجراد مطار حميميم العسكري. سقط جرحى مدنيون في مدينة تدمر في ريف حمص الشرقي جراء قصف طيران النظام، كما شنت مقاتلات روسية غارات على مدينة القريتين وسط اشتباكات بين تنظيم الدولة وقوات النظام في محيطها، وكذلك في منطقة التلول السود ومحيط حقول جحار وشاعر. لقي 4 مدنيين مصرعهم في انفجار عبوتين ناسفتين في كل من مدينة السرمين ومحيط بلدة الحامدية القريبة من معرة نعمان بريف إدلب. وفي سياق آخر، قصفت قوات النظام براجمات الصواريخ بلدة الهبيط من تجمعاتها في ريف حماة الغربي. دمر الثوار تحصينات لقوات النظام على جبهة بلدة حوش الفارة في الغوطة الشرقية بريف دمشق إثر استهدافها بقذائف المدفعية. إلى ذلك قتل عدد من عناصر النظام على طريق دمشق حمص خلال اشتباكات مع الثوار، فيما قصفت قوات النظام أحياء مدينة دوما بصواريخ تحوي قنابل عنقودية ما أدى إلى سقوط جرحى مدنيين. نهاية الموجز بأمان الله.